التقى محافظ حضرموت مبخوت بالماضي بالمكلا وفد مكتب المبعوث الأممي برئاسة كبيرة مستشاري المكتب والممثل القطري لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. واستعرض المحافظ بالماضي أوضاع المحافظة والحفاظ على نموذجية حضرموت في حفظ الأمن والاستقرار وضرورة التمثيل اللائق لحضرموت انطلاقا من مكانتها وتاريخها ومساحتها التي تتجاوز ثلث مساحة البلاد في التسويات القادمة، وأهمية الاهتمام بالتنمية البشرية لتأهيل جيل قادر على البناء والتنمية وإحلال السلام، منوهان إلى ضرورة زيارة المبعوث الأممي إلى حضرموت للاطلاع على نموذجيتها في إحلال السلام وتجاوز ويلات الحروب. من جانبها أعربت كبيرة الاستشاريين في مكتب المبعوث الأممي في اليمن عن سعادتها لزيارة حضرموت، مشيرة إلى أن الوفد سيحمل نموذج السلام في حضرموت إلى العالم، مستعرضة استراتيجية مكتب المبعوث ورؤيته القاعدية للسلام والشمولية الرامية إلى تعزيز السلام المستدام في اليمن وتحديد الاستراتيجيات والآليات اللازمة لزيادة مشاركة النساء الكاملة والفاعلة والمتساوية بما في ذلك المسار السياسي والاقتصادي والأمني، ودعم جهود الوساطة وعملية سلام شاملة في اليمن برعاية الأمم المتحدة. هذه سلسلة من اللقاءات التشاورية التي يعقدها مكتب المبعوث بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ضمت حتى الآن 350 شخص حول رؤية قاعدية لعملية سلام شاملة في اليمن. هذا هو اللقاء التشاوري الرابع، سعداء نحن نعقده في محافظة حضرموت في مدينة مكلا بالتواكب مع مهرجان البلدة. كما ذكرت نحن معنيون بإعلاء الأصوات المحلية ومعنيون أيضا بتعلية صوت الثقافة، صوت السلام على أصوات المدافع.